ابتدت رحلتنا من خلال تصميم أبرزنا فيه أكثر من مدرسة تصميمية في مكان واحد. تصميم هو كان عبارة عن مزج بين الأرت نوفو والكلاسيك ديزاين. طبعاً هذا الشيء صار من خلال الأعمدة الكلاسيكية والأقواس وتفاصيلها التي تم تشكيلها من خلال موضوع الجي آر سي والحجر الأردني. أما إذا تلاحظون تفاصيل النوافذ وأشكالها طبعاً اللي يتناسب مع إمكانية إدخال الإنارة بشكل كافي لكل فراغات ومساحات البيت بشكل خاص. ولجل بعد يعكس عندنا جمالية الطبيعة الخارجية لجل تكون جزء لا يتجزأ عن التصميم. أما بخصوص السور الخارجي للفيلا كان هو عنوانه الإبداع من خلال التحديات اللي قدرنا ننجزها بأكمل وجه من خلال طبعا الإنارة ولمستها الفنية المعبرة اللي هي طبعا مأخوذة من روح الفيلا من خلال النقوشات اللي موجودة على السور الخارجي من خلال الكرانيش الحجرية اللي هي موجودة على الواجهة الخارجية للمبنى مبنى السور الخارجي. مدخل الاستقبال هو كان أول مكان يعطي الطابع الأول لفخامة الفيلا لأي زائر. أكيد تم استخدام النقوش في الأسقف المستوحاة من النقوش الرئيسية للفيلا الخارجية من التصميم الخارجي. لجل هالشيء قدرنا أن نربط التصميم الخارجي مع التصميم الداخلي نوعا ما من خلال النقوش الخارجية والداخلية اللي هي تمت من خلال النقوش الأسقف والأرضيات التي تم استخدام فيها أربع أنواع من الرخام الأساسية وهي الكريما مارفل مع لوحة فنية موجودة في منتصف المدخل من خلال الجنسيانا مارفل بلاك ماركينا وأرماني جري. أما مجلس استقبال النساء كان خطوط الأسقف المنحنية فيها موجودة لجل إعطاء الطابع الأنثوي للمكان وأسلوب دمجها مع المفروشات كان هو عنوان هذا الفراغ. تميزت الأسقف طبعا مثل ما تلاحظون بنقوش ناعمة وأرضية من الرخام الإيطالي اللي هو ما يسمى الاستتواريو ماربل بأسلوب البوك ماتشنج لجل يعطيني لوحة فنية موجودة في منتصف صالة مجلس النساء الداخلية. أما مجلس استقبال الرجال كان طبعا مستوحى هذا المجلس من تصميم مجلس النساء لجل يصير عندنا ربط بين النموذج اللي موجود في مجلس النساء مع نموذج تصميم مجلس الرجال، ولكن طبعا بيكون أسلوب تصميم مجلس الرجال بأسلوب حاد من خلال الألوان وأشكال المفروشات المستخدمة من خلال فخامتها وأنواع الخشب المستخدم على المفروشات. إضافة إلى هذا الشيء ضفنا بعض التذهيبات المستخدمة كإطارات على المفروشات كمفروشات السوفاز والأرمتشير من خلال طبعا النقوش الكلاسيكية لجل تتواصل ويصير عندي انسجام بينها وبين مجلس النساء. وإضافة إلى هذا الشيء تم وصل التصميم الداخلي لمجلس الرجال مع أسلوب تصميم مجلس أو حمام مجلس الرجال. قاعة البهو الرئيسية أكيد فخامة هذا المكان هو أول انطباع يجب أخذه بعين الاعتبار طبعا من خلال تصميم الأسقف اللي هي تواجد القبة فيها لجل يعطيني شموخ وروعة المكان، إضافة للنقوش الموجودة على الأسقف في منطقة الدوم والشاندليير اللي هي موجودة في منتصف قاعة البهو. قاعة البهو طبعا هي عبارة عندي إياها عن دورين، الدور الأرضي والدور الأول، وجزء من الدور الروف اللي هو ماخذ حيز القبة بشكل كامل. هني تم استخدام الرخام من خلال الاستتواريو مارفل از بوك ماتشنج مع اربع انواع من الرخام اللي هي الجلوسيانا الارماني بلاك ماركينا برسمة جميلة عند المدخل اللي هي الاورجانيك فلاور باترنز عند مدخل منطقة البهو. بخصوص موضوع الدرج تم استخدام الانارات المخفية تحت كل ستيبس من الادرج اللي هي موجودة عندنا مثل ما تشوفونه في خلال الفيديو. إضافة لهذا الشيء الريلينج اللي هو بيكون عندي الريل شغل الحديد، النقوش اللي موجودة على الريل والقبة الخشبية اللي موجودة من فوق لجل أعطي فخامة وأعطي مزج بين الأبواب وأشكالها مع مسكة الريلينج. مثل ما تلاحظون عندي في منتصف الدرج أو عند منطقة اللاندينج همن أضفنا الووتر جيت اللي هي رسمات الأرضيات اللي مأخوذة من نفس روح الرسمة الرئيسية اللي موجودة في البهو لجل أعطي طابع الفخامة للمدخل
بالكامل.